السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم. بهذا الفيديو راح أشرح عن الحركة بشكل عام وعن الحركة داخل لعبة بلاتفورمر بشكل خاص. أول إشي بدي أحكي شو هي، كيف هي لعبة البلاتفورمر هاي. بكون عادي عندك مثلا لاعب هون بتحرك يمين وشمال وبقدر يقفز كمان مثلا وزي هيك، تمام؟ واضحة. طيب هسا تغير في الموقع، هاي هي الحركة. كيف يعني تغير بالموقع؟ يعني بمر زمن بتغير اشي وبتغير الموقع، هاي هي الحركة. خلينا نحكي عن اقسام واجزاء الحركة. فلناخذ مثال، نفرض انه الليفل ببلش هون مثلا، يعني هاي اللاعب واقف. طيب فلنفرض انه اللاعب بعد مرور من الزمن صار هون، ايش اللي بنستنتجه؟ عناصر الحركة ايش هي اللي بنستنتجها؟ اول اشي في عنا اتجاه للحركة، تمام؟ اول اشي اتجاه. شو اتجاه الحركة بدي ارمز له؟ بدي ارمز له بالرمز دي اي ار، اختصار لكلمة دايركشن من الانجليزي. طيب ليش في عنا اتجاه؟ لانه هي يتحرك من الشمال لليمين. طيب ممكن كمان في العاب ثانيات يتحرك من تحت لفوق، ويمكن كمان يتحرك زي هيك، ويمكن كمان يتحرك زي هيك. فيش اشي يعني بجبر، اللعبة هي اللي بتحدد، او كرياضيات او فيزياء، المعادلات والاشياء اللي انت قاعد تحلهن، تمام؟ فاول عنصر من الحركة اللي هو الاتجاه. طيب فلنفرض شغلة، احنا نفرض انه لحتى ما يوصل هاي النقطة اللي هي لراس السهم قعد ثانيتين، لكن لما يوصل لهاي النقطة اللي هون قعد ثانية واحدة. طبعا يعني اذا فرضنا انه الثنتين نفس البعد، يعني بعاد عنه بنفس القيمة، وواحدة قعد فيها ثانيتين والثانية ثانية واحدة، ايش اللي بنستنتجه؟ في عنا عنصر ثاني للحركة بيأثر عليها غير الاتجاه. شو هو؟ قيمة اللي هي السرعة، تمام؟ السرعة اللي هي ايش؟ بدنا نرمز لها بالرمز سبيد. فهي عندنا صارت سرعة. طيب السرعة هسا انت كبرمجي بتقدر تحددها عادي وبكل راحة، يعني رقم مو انت بتكتبه وخلص. مثلا هاي عندي 20، سبيد تساوي مثلا 20، عادي رقم انت بتحدده وخلص. بدك اللاعب يتحرك ب 20 ب 40، انت حر. بس اتجاه الحركة تحديده صعب شوي. فلنفرض انه عندنا ليفل زي ما حكينا، واللاعب ببلش هون، تمام؟ هسا بدنا نفهم تركيبة اتجاه الحركة، كيف بدنا نحدده من ناحية منطقية ومن ناحية رياضيات مشان نقدر نبرمجها لقدام. طيب فهسا عندنا الحركة زي هيك، احنا حكينا عندنا بقدر يمشي لهون، بقدر يمشي لهون، بقدر يمشي لهون، بقدر يمشي لهون، تمام؟ طيب هسا المتعارف عليه في الرياضيات، لليمين بزيدن الأعداد، لليمين زي هيك بزيدن الأعداد. فهنا هاي مثلا بدي أحط واحد مشان أعرف إنه هون الزيادة، وطبعا هون النقصان. طيب وبدي أحط هون ناقص واحد، إنه كل ما طلعت لفوق كل ما العدد على الواي، على الواي نقص. وهون بدي أحط زائد واحد، بإنه كل ما نزلت لتحت كل ما زاد العدد. يعني طبعا بالنسبة لمحور الواي هذا عكس الرياضيات اللي يعني متعارف عليها. طبعا هي أنظمة وانت بتستعمل النظام اللي بدك اياه، لكن جودوت بيستعمل هذا النظام، انه لفوق بقل العدد ولتحت بزيد العدد. بسيطة جدا يعني، ما بتفرقش اي اشي بالمرة، يعني بس انت بتعكس هالسالب واحد والواحد وبرجع كل اشي نفس مكان، تمام؟ طيب هسا فزي هيك، كيف بدنا نمثل اتجاه الحركة؟ فلنفرض انه بالاول بده يتحرك هيك لهون، بده يتحرك لهون. طيب هاي دي اي ار ايش بدها تكون تساوي؟ بقدر احكي نص، بقدر احكي ربع، وبقدر احكي اي رقم بدي اياه، وبقدر احكي 4 كمان يعني، ماشي؟ بس كل هذول خطأ. ليش؟ لانه هيك راح تصير يعني تساهم لانه هيك راح يصير الاتجاه يساهم بالحركة. فرضا السرعة 20، طيب لو نحكي انه 20 ضرب الربع راح يطلع عنا 5، هون راح يطلع عنا 10، تمام؟ هون راح يطلع عنا 80. شايفين انتو؟ فغلط انه نحدد السرعة، يعني لازم يكون اتجاه الحركة بس بحكي لنا الاتجاه، ما يأثر على السرعة ابدا، تمام؟ يعني مثلا انه هاي الاتجاه ضرب، وهي الاتجاه هون ضرب، وهي الاتجاه هون ضرب، هيك الاتجاه هذا خطأ زي هيك نستعمله، لانه بيأثر وبيغير على السرعة. احنا ما بدنا يأثر ويغير على السرعة، تمام؟ لنفس المثال بده يتحرك يوصل لهون، لو ناخذ دي اي ار تساوي 1، ايش هي؟ طيب 1 ضرب 20 اللي هي يعني هون ضرب 20 و20 و20 اللي هي السرعة. لو ناخذ 1 ضرب 20 كم بتظل؟ 20. فهيك ما بتأثر على السرعة. طيب لو بده يتحرك لهون ايش بقدر احط؟ دي اي ار تساوي سالب 1.
نفس الاشي بده يتحرك لفوق dir تساوي سالب واحد، بده يتحرك لتحت dir تساوي واحد. شايفين كيف؟ هاي هيك بتحدد انت اتجاه الحركة. بس هون صار في عندنا مشكلة، ماشي، كرياضيات بصير صعب انه انت تتعامل مع اربع متغيرات زي هيك. وكبر ما جاي الكمبيوتر راح ينعجق ومش راح يعرف انت عن شو بتحكي. يعني هون بالاول اول ثنتين كنت احكي على محور اكس، يعني انه فلنفرض انه شمال يمين اللي هو اكس، ونفرض انه فوق تحت اللي هو واي، تمام، عبارة عن رمز بس. يعني بدل لا اظل اكتب يمين شمال وفوق تحت، بدل اظل اكتب زي هيك بكتب اكس واي، اكس يعني شمال يمين واي يعني فوق تحت، بس زي هيك، تمام. فهي عندي زي هيك. طيب فهون بالاول كنا بنحكي احنا ايش عن الاكس اللي هو شمال يمين، وهون كنا بنحكي عن الواي. زي ما قلت صعب التعامل زي هيك من ناحية رياضية وبرمجية وفيزيائية كمان. فايش اللي احنا لازم نعمله؟ لازم نلاقي طريقة ابسط للكتابة. ففي عندنا اشي بالرياضيات اسمه متجه، تمام، متجه. احنا بنحكي عن الاتجاه، لكن في اشي اسمه بالرياضيات متجه. طيب دي اي ار تساوي، طيب هسا المتجه كيف بدنا نكتبه في الرياضيات؟ بدنا نكتبه زائد ناقص واحد اكس فتحة زائد ناقص واحد ضرب واي فتحة. طيب كيف احنا هيك كتبناه؟ يعني بتبين لنا انه هون عندنا اللي هو الرقم اللي هو يا سالب واحد يا واحد، وهون بتبين لنا انه الفتحة اللي هي يعني انه بنحكي احنا اكس فتحة، انه بنحكي احنا على المحور السيني كاتجاه مش كرقم مش كقيمة مش كعدد يعني يغير هيك السرعة، تمام. هون نفس الاشي واي فتحة بنحكي عن الواي بس زي هيك. طيب هسه طبعا لحتى اكون يعني صادق معكم شوي كرياضيات، هون لازم يكون في عندنا ثابت معايره. ثابت المعايره بيضمن لنا، ثابت المعايره بيضمن لنا ايش هو؟ انه المتجه كامل لما نضربه مع السرعه ضرب سبيد ايش بده يعطينا؟ يعني انه لما نضربه ضرب السرعه ما بيغير على السرعه، تمام، لانه ثابت المعايره كارقام واحد وسالب واحد، لكن كمتجه بيكون في عندنا ثابت معايره بنحسبه حساب. طيب هسه كبرمجه طبعا هذا ايجاده وحسابه سهل جدا من خلال البرمجه، فيعني عادي مش معقد ابدا وبسيط جدا. طيب هسه شو اللي بدنا اياه احنا؟ طيب هسه شو بدنا اياه احنا؟ حكينا كبر هون كرياضيات. طيب كبرمجه كيف بنقدر نكتبه؟ كبرمجه كيف بنقدر نكتبه؟ نكتبه من خلال التالي، نكتب كلمة فيكتور. طبعا كرياضيات في طرق كثيرة للتعبير عنه وهذا أحدها. طيب فهون نكتب فيكتور وبعديها بنحط هون الإكس وهون نحطها الواي. الإكس اللي هي العنصر على المحور السيني، والواي اللي هي العنصر على المحور الصادي. يا عنا إحنا كاتجاه حركة يا زائد واحد يا ناقص واحد بس. وعندنا شغلة صغيرة زيادة ايش هي؟ انه احنا كم بعد عندنا؟ هل عندنا ثلاثة ابعاد اربعة ابعاد؟ لا بعدين. فايش بدي احط؟ فيكتور اثنين. هيك منعرف احنا الاتجاه الحركة من خلال، هيك احنا منعرف يعني اتجاه الحركة من خلال شو؟ من خلال البرمجة، بس بسيطة جدا يعني ما فيها اي تعقيد. وهيك منكون انهينا عن الحركة بشكل عام. وبالفيديو الجاي راح اشرح كمان شوي عن تحليل حركة لعبة البلاتفورمر تحضير للبرمجة، وبعديها منبلش في برمجتها داخل المحرك جودوت. طلعوا عنا احنا حكينا الحركة قسمين، اتجاه ضرب سرعة، تمام، يعني اتجاه ضرب سرعة. نيجي لو نكتبها شوي زي هيك، هيها بتيجي عنا زي هيك دي اي ار ضرب سبيد. طيب السبيد يعني قديش انت بتمشي بالثانية الواحدة، والاتجاه بس بيحدد لنا انه شمال يمين ولا يمين شمال. يعني الاتجاه بيحكي للسرعة انت بتغيري بس من وين؟ من الشمال لليمين او من اليمين للشمال وهيك. طيب بس فعليا قيمة هاي اسمها بالانجليزي velocity، اختصارا يعني انا بكتبها فيل او كتبتها فيل. طيب هاي قيمة مهمة جدا ومن اهم القيم يعني لما تكون تتعامل مع الحركة. طيب هسه في عندنا مشكلة صغيرة، طلعوا كعربي dir اتجاه ما فيها اي مشكلة، speed ما فيها اي مشكلة كمان، سرعة. بس هون هسه تيجي المشكلة vel ترجمتها بالعربي سرعة متجهة. فشايفين يعني في احتمال يصير في خربطة صغيرة، يعني ما بديش انا يصير في خربطة. الهدف الرئيسي والاهم يعني واللي هو يعني احد اكثر القيم اهمية بالحركة اللي هو هذا ال vel اللي هي
السرعة المتجهة، فما بديش يصير في خربطة بيناتهم. ويعطيكم العافية، هيك بنكون أنهينا أهم مبادئ الأساسية للحركة كمنطق وفهم.